اخيرا بشوف هذا الفيلم اللي ما قلت اشوفه ذاك اليوم، اليوم بشوفه ان شاء الله، ولازم اشوفه، لازم اسوي عليه ريفيو، لازم بعد فتره طويله يعني اتلاقى مع الريال اللي صار له ما شاء الله. شوف حد ربى لحيه ما شاء الله طويله. شو الاخبار؟ زين. لحيتك ناعمه على بالي، خشنه على بالي، ناعمه ما شاء الله. شو اخبارك منصور يا ريال؟ لا خلي خلي يا رجل يا رجل يا اخي، انا عينك بعد واحمد واحمد في السينما وبتشوف فيلم دسم. ايه فيلم طويل مدته ترى، الله يعينك. يلا بنشوفه اليوم. عباره عن فيلمين يقول لك. مش عارف الموضوع فيه نحاسه، السينما بعدها معطله. شوفوا هذا كل الظلام، فاتح فلاش انا ما اعرف ليش، يعني البروجيكتور وانه خربان و... اتكلم مع الفيلم ومعي منصور. منصور طبعا بعد كم، 4 سنين ما تجي السينما ولا بعد 4 شهور؟ فتره طويله الصراحه، فتره طويله ما دشيت السينما. يعني عوده الصراحه الفيلم هذا يستحق العوده. يستحق العوده؟ اي والله. شو الاسباب؟ اسباب غيابي انا لا، اسباب ان الفيلم يستحق العوده. والله شو شفت الفيلم؟ بالنسبه لي انا الفيلم يعني فيه جوانب كثيره. ريح شوف كم راح تحمل. باختصار يعني عشان اختصر هذا الكلام، الفيلم هذا راح يرشح افضل فيجوال افكتس الاوسكار، موسيقى، تمثيل، اخراج، سينماتوجرافي، كل شيء، ويمكن يكون اكثر بعد في اشياء. واو لهالدرجه؟ نعم. طبعا هذا منصور احمد معي، اللي يتذكر اللي يتابعني الفيديوهات القبليه كان هو اللي منتجها واللي صورها، وكان معي في الهنتر الفيديو هذا اللي شفتوه. انا بالنسبه لي هذا الفيلم منصور رايح الحمام، انا بكمل بس الموضوع معاهم، روح مع ابوي وراك. اوكي صراحه اسمع رايك. انا الصراحه انت بسمع رايي، انا بس ترى رايي بيكون على قناه سينما، يعني بحط التقييم كامل مجرد يعني نبدا. ايه نبدا عن الفيلم. انا هالفيلم اشوف فيه كذا مشهد ستوري خاص فيه، كذا لقطه يعني تقول عليها لقطه مرسومه رسم من المخرج نفسه. يا اخي المخرج هذا قاعد يسوي ريميك، مع انه سوى ريميك في نفس الوقت تحس ان هذا الريميك حقه هو، يعني ممكن ريميك كان مال السكوت، كان هو صنع الفيلم عشان يكون ملكه الخاص، فهو يعني ما اعرف هذا عبقريته شو بتسوي. احس ان هذا من المخرجين المفروض يكونوا خليفه سكورسيزي، خليفه جيمس كاميرون، المخرجين الكبار، حتى شو اسمه كريستوفر نولان المخرجين العباقرة. أيوة بس أيوة هذا داخل في نفس الكاتيجوري عبقري بشكل. اتوقع لازم تستبعد يعني مارتن سكورسيزي من القائمه. آه. يمكن كريستوفر نولان و... وجيمس قلت لي اطلع مارتن سكورسيزي. لان مارتن سكورسيزي يعني مش هذه افلامه. لا 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 لا، انا ما قصدي انه هو على نمط من نوعيه الفيلم، انا على نمط نوعيه العبقريه، عبقريه المخرج هذا الفرنسي. صراحه انا راسي دينيس دينيس اللي سوى سكاريو، سوى فيلم سكاريو، سوى رايفل و بريزونرز، يعني هم اقوى ثلاث افلام، حتى افلام جميله يعني. وهو هذا المخرج يعني ما اعرف، انا ما اقدر اتكلم وايد يعني، كلامي هذا كله يمكن يكفي وكلام منصور يكفي ان هذا الفيلم يكون لازم تشوفونه. انا ادري ان في مشاهدين شافوا هذا الفيلم طلعوا من نص الفيلم، ادري ان في مشاهدين راح يملون هذا الفيلم، ادري ان في مشاهدين راح يذمون هذا النوعيه من الافلام، بس هذه النوعيه من الافلام اذا انت بتشوفها بطريقه واقعيه، من الواقع اللي هو اللي ينقال عليه واقع الاخراجي التنفيذ، انت تشوف يعني تروح زين، اذا تروح بيت من البيوت تشوفه مثل زخرفته جميله وقصر جميل وشغلات جميله، بتروح تقول عليه يا اخي مليت من ضيافتهم. اوكي مليت من ضيافه، بس انت شفت الشغل مالهم نظيف، شغلهم مرتب جدا، فمعناته هذا الفيلم في كل هالامور هذه. ما اعرف انا ليش الناس تضايقت، بس انا عندي قاعده ان اي فيلم يكسر القاعده اعتبره هو فيلم جميل، بس شرط ان يكسر القاعده بطريقه حلوه. وهذا طريقته كان جميل صحيح جدا، لكن يعيبه
شيء وحيد يعني الإطالة، هو كل الطرق يعني، حتى الفيلم من بداية لنهاية الطرق. ولكن يعني أحسه طويل يعني، لأن اختلف عن غيره في الإطالة في مدة الفيلم. تعرف ليش طويل؟ يعني مثلا الحين بسألك سؤال، شو اسمك؟ أنت سألي شو اسمك؟ شو اسمك؟ تفضل. بقول لك بعدين. زين، هو هذا القصد فيه. هذا المشهد في هوليوود، خاصة الأفلام الهوليوود، مش في أفلام الأرت موفيز، حتى في هوليوود أو أفلام مصرية قديمة، شو يسمونه؟ يسمونه إعطاء الفرصة للمشاهد للتأمل. يتأمل ترى المشاهد، هالفيلم ترى وايد في تأملات. عشان كذا تحس إنه طويل في اللقطات. فإذا كان سووها بسرعة صدقني كان بيخليها مختصرة ساعة ونص. تحصل هالمشاهد مع إطالة الفيلم حلو. يعني أنا أقول لك إن الفيلم روعة، قمة يعني. يعني بعد أنا ما أعرف يعني شو اللي صار في الأفلام اللي فاتت، ولكن هذا الفيلم جميل جدا، إطالته حلوة، مدته حلوة، ولكن يعيبه يعني إنه غير عن غيره، غير عن غير الأفلام الثانية. كسر قاعدة. إيه كسر قاعدة، وكسر قاعدة فيه جميل جدا. أنا راح أكتب يعني ما بكتب، بكتب وبتكلم عن الفيلم في القناة وبعطي تقييم، بس قل لي تقييم في مصور على السينما. أنا أعطيه 9/10. 9/10. نعم. جميل جدا. يعني علامة مو بسيطة ترى. شوف الليتات اللي وراها. والله يعني إذا أفكر بعد يمكن 10/10. قال لك حتى لو يفكر بعد يفكر بيعطيه، بيكون 10/10 الصراحة. 10 لو فكر شوية 10/10 يعني. الفيلم يعني مستحيل يكون سيء. لا 9/10. بقول لك ليش؟ لأنه مرتبط بالجزء الأول. ما خذ يعني ما خذ الموضوع. لأنه مرتبط بالجزء الأول، فالجزء الأول يمكن ينزل منه. هني الإبداع يمكن. تقول عشان يمكن شوية مقلد. ماخذ من ريميك بس مو مقلد 100% ابدا. نعم ابدا، هو بس يعني ماخذ فكره الشخصيات. نعم، وبنى عليها قصه جديده. حلو. وثيم وسوالف، وهذا تقريبا يعني ثيم المستقبل، ولكن هو لعبها بطريقه مختلفه جدا. وراح اسوي مراجعه تدقيقيه حق هذا الفيلم، وراح تشوفونه ان شاء الله قناه سينما السينما. مشكور منصور، وعطاه 9/10. وشوف تقييم ملفت، بعدنا مو بساكتين، مو مخلصين على الفيلم هذا. انا قايل لكم ان شاء الله التقييم راح تشوفونه ومع المراجعه الكليه، بس اللي سمعتوه اكيد يبشر بالخير. ولا شو رايك؟ اتوقع ان هذا اللي قلناه صدقوني 1% من الفيلم، وحتى ولا يمكن هي 1%. يعني هذا يبالي كم يوم عشان تتكلم عن الفيلم؟ والله جد يعني تفصيل، يبالي تفصيل غير طبيعي يعني الفيلم هذا. طبعا اللي يحب يعني يجلس في قاعة السينما ويتابع افلام سينمائية، لان افلام سينمائية مش تتابعها في التلفون، افلام سينمائية تتابعها في السينما. دافعين صار فيه ملايين على الصوت، دافعين صار فيه ملايين على الجودة الصورة، تصير تشوف لي اياها اخر شيء في جهازك يعني. واخرتها انت بعد 4 شهور في السينما. انا يمكن متحمس وايد. تابعوا قناة سينما ريفيو كامل، راح تشوفونه فيه ان شاء الله.